ونبتدي بالحاجات التدريبية للقرن الواحد. كلاس بوينت 2 اللي فعلا أداة الباوربوينت. أنا لن ريم شلبي معلمة عمل في دولة الكويت في علاج صعوبات التعلم. في الله و احتياجات التدريبية الرائعين. رب اشرح لي صدري كلمات اقتبستها من صديقتي العزيزة، أحب أقولها لكم. لحظات الأمل نعيشها وفي إيدينا أشخاص قد رافقونا في مسيرة حياتنا. أناس استمتعنا بحبهم وبردودهم وحملهم معنا لبناء مستقبلنا ومستقبلهم. لذا انتقي الأفضل دوما وحدد علاقتك المثلى بكل أريحية، ولا تنسحب عند الصعاب، بل واجه ما استطعت لتحافظ على علاقات اختارها عقلك بإخلاص قلبك. وشكرا لكم. اليوم احنا بنتكلم عن أداة كلاس بوينت. يا ترى هل أداة كلاس بوينت أداة تعليمية شاملة؟ تعالوا نعمل استطلاع رأي عن طريق الكويك بول. ناخد كده ونعمل كويك بول سريع ونقول هل أداة كلاس بوينت أداة تعليمية شاملة أم لا؟ عن طريق الكود اللي موجود قدامنا هندخل كلنا على الأداة اللي موجودة معاكم. هنا عايزين الكود، ياريت كلنا ندخل عن طريق الكود. الباركود موجود قدامنا مرة تانية، ادي الباركود موجود قدامنا. تمام، نسخ الباركود وهننزله على الشات ويانا، وده من اول الاشياء اللي اصبحت سهلة جدا في استخدام اداة كلاس بوينت، ان انا اقدر انسخ الكود واضعه على الشات مباشرة، ما احتاجش اني انا اخرج من الاشياء اللي موجودة. استاذ وائل معانا، اسماء خطيرة موجودة. التطور الجديد هي على متصفح بتاع كلاس بوينت شات، علشان خاطر في نفس الصفحة شايفين كلاس بوينت دوت نسخ على طول، وبينضاف الشات لما ضفته ودي من اول النقط بوينت التحديثات الجميله اللي اضافه طبعا للباركود. الرابط النسخ بنسخ وانزله كتير جدا على اداه كلاس. في معانا 5 أداة كلاس بوينت. نعمل كويك بول. الله الأعداد دخلت كمان، وخلي بالك تقدر تغير. يعني لو أنا رحت ضغطت على الأداة وياكم ودخلت كمتعلم، من الأشياء الكمان الجميلة جداً إني أنا لو دخلت على الشات وضغطت معاكم كمتعلم، شايفين؟ هضغط وياكم وهفتح أنا بقى كمتعلم وياكم، شايفين هنا بيظهر الصفحة دي؟ طبعاً هنا ده الكود بتاع الشاشة، هكتب اسمي وسام، دخلت وياكم وهعمل جوين. ليه مش داخل ويانا؟ مش عاوز يدخلني معاكم. ماشي، شكرا.
أوكي، اسمك وسام. شوفوا الجميل كمان إني أنا أقدر أختار لنفسي صورة غير الصور الافتراضية اللي هو بيضيفها معايا، وأحلى حاجة إنه قال لي هيا بنا نلعب. إذا ضغطت على أداة الكاميرا أقدر أختار أي صورة أو أي بيكتشر يعبر عني وأقول له أوبن، وأنا بكده كمان غيرت إعداد الصورة بتاعتي اللي هتحفظ إيه اللي هتكون موجودة عندي. أقدر أختار أي صورة تعبر عني موجودة هنا. نشوف مثلا هختار ديت واحطها عشان مش نضيع وقتنا. يبقى أنا كمان أقدر أغير الصورة بتاعتي وأقول له حفظ، إيه رأيكم؟ وأقدر أعمل لها تعديل وأقول له تحرير الصورة الرمزية، وأقدر أعمل لها إعادة ضبط واختار صورة أخرى تعبر عني. أي صورة ممكن تعبر عني أقدر أضيفها وأقدر أخليها موجودة فين؟ كصورة معبرة عن الصور اللي إحنا بنحطها. تقدر تختار أي صورة أنت إيه عاوزها. أهي مثلا الوردة دي أنا اخترتها أهي، وهقول له حفظ. يبقى دي كمان من الإضافات الجميلة اللي موجودة في أداة كلاس بوينت. أنا دلوقتي داخلة معاكم كلاعب. طيب نشفل الشاشة دي ونقول يا ترى دخل معانا دلوقتي 53. شكرا يا أستاذة إيمان، الله يعطيك الصحة والعافية. جميل، تعالوا نكمل مع بعض. يبقى احنا كمان أستاذة جازية ما شاء الله دخلت معانا وغيرت صورتها، أستاذة إكرام معانا، ماجدة، نبيلة، شمسة، نورة، نادين، عبير، أستاذ أحط كده الاسم الظاهر، أحمد بن محمد عبد النبي أو سليم، مش عارفة الاسم إيه. طيب يبقى احنا كمان اتعلمنا ازاي نغير الصورة الافتراضية اللي أداة كلاس بوينت بتضيفها لنا. أستاذة عيشة غيرت صورتها، برافو عليكي، ممتاز، معانا 55 موجود. طيب نقفل ونقول يلا نبتدي نعمل كده استطلاع رأي سريع، هل أداة كلاس بوينت أداة تعليمية شاملة ولا فيها قصور وما زالت تحتاج المزيد والمزيد من التعديلات؟ يلا هنكون، إذا كانت شاملة قولي لي ترو، وإن كانت غير شاملة قولي لي فولس. أنا عايزة الاختيارات بتاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي. نوطي الصوت عشان أستاذ فوزي مش يتخانق معانا. أنا عندي 30 نغمة وأقدر كل ما أضغط على النغمة أغيرها، كل ما أضغط على النغمة أغيرها، بس أستاذ فوزي هيتخانق معانا ويقول لنا شيلوا النغمات. في 3 معترضين، 4 معترضين ومش عاجبهم أداة كلاس بوينت، في 40 موافق إن أداة كلاس بوينت أداة تعليمية شاملة، وفي 4 رافضين. يا ترى مين الأربعة اللي رافضين؟ أستاذ فوزي أشيل الموسيقى ولا أغيرها؟ أداة كلاس بوينت من ضمن التحديثات الجديدة إنها حطت لي أكتر من 30 نغمة، وكمان عملت لي الصوت أقدر أتحكم فيه من خلال السحب والإفلات. شايفين التحديثات الجديدة الجميلة لأداة كلاس بوينت؟ لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم واكتشفنا مجموعة تحديثات حلوة. ها باقي دقيقة، ها نقفل ولا لسه معانا 62 واحد دخل، بس 52 قالوا لنا رأيهم ايه في استخدام أداة كلاس بوينت. ها 50 واحد موافق و4 رافضين، هنعرف مين اللي رافض استخدام أداة كلاس بوينت، او اللي بيقول ان أداة كلاس بوينت أداة مش متطورة او مش كافية للعملية التعليمية التفاعلية. تمام تمام، يا ريت نعمل سبمنت بسرعة، يا ريت نعمل سبمنت بسرعة، يا ريت نعمل سبمنت بسرعة. تمام، باقي ثواني، باقي ثواني. عدد الموافقين زاد، باقي 10 ثواني. ممتاز، نشوف مين اللي رفض. أستاذة إكرام، أستاذ وليد، وشيماء، وعلي، أستاذ علي إبراهيم مع حفظ الألقاب، بس هديكم نجمة تستاهلوا، لكن هدي الناس اللي قالت إنها أداة تفاعلية. شايفين بسم الله ما شاء الله كل الناس الحلوة دي
قالت إنها أداة تفاعلية من الدرجة الأولى، هديهم نجمتي. ثلاث، اديتهم 3 نجوم لأني بصراحة أعشق استخدام أداة كلاس بوينت. وأعمل لها insert النتيجة الجميلة دي as a slide، راح أعمل لها insert وهقفل وهنبتدي مع بعض. إيه هي أداة كلاس بوينت والتطورات الكبيرة الجميلة اللي حصلت في أداة كلاس بوينت؟ تعالوا نشوف الفيلم الصغير ده مع بعض. اشتغل، وده بقى ايه العيب بتاعه، بس احنا برضو مصرين نشتغل ونشوف شغلنا. ممتاز. محاور لقائنا اليوم لاستخدام أداة وتنصيبها وحدوات كلاس بوينت، الإعدادات وإنشاء الصف، الاختبارات التفاعلية اللي بتواجهنا عند تصديب أداة كلاس الإصدار الجديد، هنحاول قدامنا عن طريق اللي موجود قدامنا. رابط على ناخد الرابط كوبي ونروح نحط نضغط عليه، لكن قبل ما نضغط عليه حاجة صغيرة بس أقولها لكم هنا. إني قبل ما أضغط على أول خطوة هنعملها يحذفها، فهنحذفها ازاي؟ عن هنروح فات بروجرام وهختار كل اللي عنده أداة كلاس عنده أداة كلاس بوينت القديمة. فين أداة كلاس بوينت؟ اهي عليها، وبعد ما يضغط عليها هيعمل لها انستول ويمسحها. اتاكد انه انت يكون مفتوح عنده الباوربوينت اللي تكون عشان ننزل الاداء او الاصدار القديم. اهو قدامكم همس جديد خالص اهو، اقول لها انستول ومسحت الاداه. مسح الاداه هقول له طبعا مش هيمسحها، يعني فمش هيمسح باوربوينت مفتوح. مسح الاداه، لا اقفل اي ملف باوربوينت يكون مفتوح من قبل. اشتغل معايا هيمسح اللي موجوده عنده، وبعد ما يمسحها هيفتح على الاصدار. ونمشي بالخطوات مع بعض. هنقفل هنا، هنعمل اول حاجه حفظ للشغل بتاعنا. اوكي يلا بتاعي، وهبدا ده خلاص اختفى عندي. هلاقي موجودة هنا ان انا مسحت الشات مرة تانية، و الشات انا نزلته فعلوا الاتنين بيعمل بين الاثنين، عشان كده يفضل
إن إحنا نشيل الأداة القديمة ونحتفظ بالإصدار الجديد. ونضغط على الإصدار الجديد هنلاقي على طول فتح لي الصفحة الجميلة دي. كلنا مع بعض هنسمي بسم الله وهنضغط على كلمة داونلود. أول ما هيعمل لي داونلود، النزول سهل جداً، هنعمل لها داونلود على الجهاز عندنا، وبيبدأ الملف سريع وبينزل وما بيكونش فيه عندي مشكلة. بالنسبة لوجود الإصدارين على البرنامج، تقال على البرنامج وتقال على الويندوز جدا، وبيعملوا مشاكل كبيرة في التنزيل. كمان بنتفاجئ بعد فترة وإحنا بنشتغل إن عرض الباوربوينت بيفصل مني أكتر من مرة أثناء الشغل. عشان كده يفضل إن إحنا نشيل الإصدار القديم وننزل أحدث إصدار، اللي هو أنا نزلت لكم الرابط بتاعه حاليا. استنى لما الإصدار يحمل معايا تماما، وأول ما يحمل الإصدار هبدأ أسطبه وعلى طول هينزل مباشرة على الباوربوينت. يلا نسمي بسم الله ونستنى دقايق ونشوف إيه اللي هيحصل معانا. اللي شغال معايا يا ريت يعطيني 5 على الشات علشان نطمن ان احنا كلنا. معلش إعادة مسح الإعدادات. حاضر يا أستاذة ياسمين، عشان أمسح الإعدادات بروح على كنترول بانل. عشان أمسح الإعدادات هضغط على كلمة كنترول بانل، هكتب كلمة كنترول بانل، الأداة اللي احنا بنمسح منها أو الموقع اللي بنمسح منه بنكتب كنترول بانل دي، تمام؟ أضغط عليها. من كنترول بانل هضغط على البروجرامز، شايفة كلمة البروجرامز دي؟ أضغط عليها هيديني كل البرامج اللي موجودة عندي. أول ما أدور على كلاس بوينت، أدور فين كلاس بوينت واختار لها انستول، وهي هتتمسح معايا. كده أنا اطمنت إن الأداة خلاص اتمسحت عندي، وبعد ما اتمسحت هبدأ أنزلها على الجهاز بتاعي. بعد ما أنا مسحتها خلاص أشوف هي راحت فين. آدي open file، هتكون عندكم فين؟ عند الداونلود. هقول له I accept وهختار الاتفاقية. حاضر. لو أنا سرعت في أي وقت قولوا لي بس، وإحنا هنمشي واحدة واحدة مع بعض. الأداة أستاذة شادية ما بتنزلش على المحمول، الأداة ما بتنزلش على التليفون، الأداة بتنزل على الويندوز، والويندوز اللي من أول ويندوز 13، فهي ما بتنزلش على التليفون. وفي طريقة للماك إن إحنا ممكن ننزلها، لكن محتاجة شغل شوية ننزلها عن طريق إن إحنا ننزل الويندوز على الماك، تمام؟ لكن الأداة ما بتنزلش على التليفون، لكن تقدري تفتحي الاستجابة على أي جهاز. هقول له يس وهبدأ أشوف، هقول له نيكست، اختار. بدات الاداه تنزل واقول له فينش اوبن باوربوينت. كده فتح لي الباوربوينت التجريبي والتعليمي الخاص بالجهاز اهي. واول ما فتحتها هلاقي ان الاداه نزلت مشرفه موجوده فوق انك نو كلاس بوينت. انك نو كلاس بوينت موجوده هنا، تمام؟ نقفل كده، نصغر ونشوف. لو أنا دخلت على البروجرامز فايلز هلاقيها موجودة عندي مرة تانية. نزلت الأداة الجديدة موجودة عندي هنا. فين البروجرامز؟ أهي هشوف، أهي نزلت الأداة الجديدة اللي موجودة عندي، تمام؟ آدي إيه نزول الأداة بمنتهى البساطة والهدوء خالص. أبدأ أفتح عرض الباوربوينت الورشة بتاعتنا ونشوف الأداة الجميلة بتاعتنا. ينفع ويندوز 11، هتكون تقيلة شوية عليه، لكن من أول ويندوز 13 ممتازة، لكن عند ويندوز 11 هتكون شوية فيها صعوبة وشوية هتكون تقيلة، تمام؟ ويندوز 11 بتنزل، لا لا ويندوز 11 سوري، ويندوز 11 بتنزل عادي جدا، ما فيش، احنا كلنا شغالين على ويندوز 11. أنا بتكلم على الأوفيس، معلش. دي خطأ مطبعي. هي متوافقة طبعا مع ويندوز 10 ومتوافقة مع ويندوز 11، ممتازة جدا جدا، غير متوافقة مع ويندوز 7. لكن بالنسبة للأوفيس أنا اتلخبطت بس بين كلمة ويندوز وأوفيس، لكن هي بالنسبة للأوفيس من أول أوفيس 13 ممتازة جدا جدا، تمام؟ أنا كده نزلت الأداة.
طيب عشان افعل الاداه بعد ما نزلتها، انا مش عشان نزلت الاداه يبقى انا فعلتها، لا انا هروح من اول انكي لو كلاس بوينت هضغط عليها. هنا المفروض اني انا ادخل، هو دخلني عليها بشكل مباشر، هتدخل هنا من الحساب بتاعك، تعمل ساين ان وتدخل من الحساب المؤسسي او الحساب اللي هتسجل فيه على اداه كلاس بوينت. تمام، ممكن كمان نعمل ساين اوت وندخل مره تانيه للي يحب يعمل. شايفين انتوا عندكم اللي نزل الاداه لاول مره هتبقى الشاشه عنده بالشكل ده، هيعمل ساين اب هيسجل. طيب انا هنا هعمل ساين، ادي الايميل ادرس بتاعي، هكتب الايميل ادرس وهكتب الايه الباسورد بتاعي وهقول له لوج ان، هيدخلني على الصفحه بتاعتي. تمام، ظهرت كل الادوات الخاصه باداه كلاس بوينت. بعد ما نزلتها اثبت البرنامج، انا بعد ما انزلها اثبت البرنامج، انزل اثبتها منين؟ من انكي نو كلاس بوينت. اول ما هنزلها مش هتظهر عندي القوائم دي، عشان تظهر عندي القوائم دي زي ما بقول لكم اهي، هعمل ساين اوت مره ثانيه اهي. اول ما حضرتك هتنزلها هتشوف الشاشه دي اهي. تمام، عشان اثبتها بالايميل بتاعي واظهر الادوات هضغط على ساين ان الموجوده هنا او ساين اب وابدا سجل بياناتك. اسجل بياناتي بالايميل اللي انا مسجله فيه على كلاس بوينت سواء القديم او الجديد عادي براحتك، وتكتب الايميل بتاعك. اول ما تسجل بياناتك هتظهر كل الادوات اللي موجوده عندك، هقول له لوج ان. كده انا ثبتت البرنامج وثبتت الأداة على الباوربوينت عندي وظهرت لي الأدوات الخاصة بالبرنامج. تمام، اللي واقف معايا لغاية النقطة دي يرفع إيديه الجميلة ويقول لي 10 على الشات. اللي واقف معايا لغاية الأداة ديت يقول لي 10 على الشات. احنا كده أداة، يا ريت نقفل المايك يا جميلة، يا اللي صوتك حلو قوي. حملنا كده الإصدار الجديد. تمام؟ الحمد لله إنه ما غيرش الفصل بتاعي. طيب الإصدار الجديد سجلنا، وأول ما سجلنا عملنا لو تكرمت يا أستاذ، لو تكرمت بس ابعتي رابط التحميل على الشات. رابط التحميل على الشات يا فندم. ماشي، شكرا جزيلا. رابط التحميل عند حضرتك على الشات، حاضر نبعته لك مرة تانية. النهاردة قلنا اليوم يومكم. كوبي ونروح نحطه على الشات. ادي رابط التحميل مره تانيه على الشات. تمام، يبقى اول خطوه للجميع علشان يكون الباوربوينت بتاعي مريح والشغل هادي. طبعا الاوفيس بيكون من اول اوفيس 13، الويندوز ويندوز 10 11 اي ويندوز بيكون شغال. الاوفيس بتاعي من اول اوفيس 13 بيشتغل كويس جدا، الكلاس بوينت عليه. اوفيس 19، اوفيس 365، الاوفيس فيه مفيش مشكله، ما بتنزلش على التليفون. ممكن تنزل على الماك بس بلعبه كده هقولها لكم في الاخر خالص، لكن بالنسبه للاستجابه تقدر تستقبل الاستجابه من اي جهاز، تليفون، ايباد، تابلت، اي شيء ما فيهوش مشكله. تمام؟ طيب نرجع مرة تانية، أستاذنا الكريم يكون سطب ويانا. عملنا التسطيب، نزلنا الجهاز، بعد ما ظهرت تسجيل بالإيميل شريط الأدوات هو الشريط اللي بيكون هنا، إن بيعرف هنا الأسئلة التفاعلية الخاصة بيك بتاعتك. جميل؟ أما من تحت الأدوات الرائعة اللي هي بنسميها أدوات العرض. في وضع عرض الباوربوينت عندي استخدم التعليقات التوضيحية عندك. هنا الأسهم دي عشان أتنقل بين الشرايط بتواجهنا، ان احنا لما بنكون مشغلين عرض مع استخدام ادوات كلاس بوينت ما بقدرش اتنقل بين الشرايح بسهوله.
علق، هقول لك هو عامل لك شمال، يعني دي بتجيب لك الشريحة يمين والشريحة شمال، فما فيش فيها مشكلة خالص. تمام؟ كمان عندي المؤشر إزر والأقلام، حكم في في الإصدار القديم ما أقدر دلوقتي، حكم في حجم المتوسط لسنة. وصلت الفتح البوابة ايوه لون ستول. وبعدين كمان دي ان انا اقدر ارسم دايره ومثلث، اقدر اكتب الدورات الرائعه تمت اضافتها، اقدر احرك كائنات، اقدر اعمل تايم، كمان اضافه ايه البراوزر عندي البراوزر. جميل. استطلاع السريع عندي منتقل عشوائية وفيها إضافة جدا رائعة وجميلة جدا جدا هنشوفها، وكمان لو مين أكثركم في العرض أكثر من رائعة دي على الشات. الله على التسقيف الحلو والصورة الحلوة الجميلة، ما أروحها وما أحلاها. تمام. يبقى إذا عندي هنا دي مجموعة الأدوات الجميلة السريعة اللي تم إضافتها على أداة كلاس بوينت. حلو جدا. طبعا شايفين الصورة ديت، أنا أقدر أشغل العرض جوه الجهاز، أقدر أشغل العرض، بس أنا هنا في حاجة أنا ملاحظاها إن أدوات شريط كلاس بوينت مش شغالة معايا. طيب هل معناها مش شغالة معناها إن في مشكلة عندي على الجهاز؟ لا، المشكلة بمنتهى البساطة اقفل العرض خالص وارجع افتحه من أول وجديد، هتظهر لك كل الأدوات اللي مش موجودة عندي على الشاشة. أنا ملاحظة دلوقتي وأنا بشتغل إن الأدوات مش ظاهرة عندي هنا أهي، لا ظهرت خلاص الحمد لله أهي، أهي الأدوات أهيت، شايفين العين الجميلة دي بتظهر الأدوات وبتقفلها. جميل. طيب أنا عايز أشوف الأدوات اللي كانت عندي إيه. عندي آدي القلم أقدر أكتب فيه، وعندي كمان المساحة أقدر أمسح اللي أنا عملته، هنا كمان أقدر أستخدم الأدوات. شايفين أول ما ضغطت هنا على الأشكال ظهر لي حاجات جميلة جدا، ظهر لي شكل مثلا المربع وأقدر أرسم منه مستطيل. طيب أنا عايزة ملون، إذا أنا عايزة ملون هختار اللون وهروح أضغط على المربع الملون ده علشان يرسم لي باللون اللي احنا عايزينه. عندي واحد ابيض شفاف وواحد ملون، عايزه الشغل بتاعي ملون، اختار اللون واضغط على الشكل الملون يظهر لك. عايزه دايره اهي، عايزه مثلث اهو، طب عايزه شفاف هنا اهو، عايزه شفاف اختار هنا. طيب عايزه الشفاف من هو الاطار الخارجي اللي ملون، اختار اللون واقول له شفاف هيديني اللون اللي انا اخترته. عايزه ارسم سهم توضيحي اثناء العرض، عايزه ارسم سهم، يبقى انا هنا عايز اقدر اشتغل واقدر اعمل تراجع وامسح كل الحاجات اللي موجوده دي، اقدر اعمل تراجع وامسح، اجد المساحه وابدا امسح كل الاشياء اللي انا عملتها باستخدام المساحه اثناء العرض واثناء الحصه، ما اضطرتش اني اقفل العرض وامسح او اخرج من الصفحه بتاعتي نهائيا. احلى حاجه في الموضوع
اني ما اضطرتش اني اطلع بره الموضوع بتاعي. جميل، عندي السهم يمين وشمال عشان احرك الشرايه، عشان في صعوبه واجهت البعض ان العرض بيقف او العرض بيقولوا بيعلق فنضطر ان احنا نقفل الجهاز ونعلق. لا، العرض ما بيقفش ولا حاجه، هو عامل لك الاسهم دي عشان تحرك الشرايح يمين شمال. جميل، يعني الشرايح دي اهي، ارجع كده بالشريحه هنا، اخرج من المساحه عن طريق السهم وارجع كده اضغط، هتلاقي نفسك جبت، شايفين اهي الشرايح كلها من خلال السهم ده ضغط لك على كل الشغل بتاعك، يعني العرض مش بيعلق ولا حاجه، لكن هو عامل لك اسهم انتقاليه تقدر تنتقل بيها كانها ماوس. اجمل حاجه بقى اني عندي متصفح داخلي داخل ايه العرض. ايه رايكم في الجمال ده؟ ايه رايكم في الابداع الجميل لاداه كلاس بوينت؟ تعالوا نكمل شغلنا. تاني حاجه عندنا زي ما قلنا نقدر نعمل تعليقات، نقدر نشتغل فيديو، كمان عندي حاجه جميله جدا اسمها العناصر المتحركه. حاجة جميلة جدا إني أقدر أحرك العناصر من مكانها أثناء العمل. إزاي؟ شوفوا الفيديو الجميل ده، إنه أثناء العمل نفسه بدأ يحرك العناصر من مكانها، وأثناء العرض استخدم أداة اللي هي الأداة الجميلة دي اللي هي تحريك، اللي هي دراجبل أوبجكتس، دي بتعمل تحريك للأدوات اللي موجودة عندي وأنا على نفس العرض. لا اضطريت إن أنا أوقف ولا اضطريت إني أنا أغير العرض أو إني أستخدم أدوات أخرى أو تطبيقات أخرى. هنا قم بتحويل أي شيء في الشرايح لكائنات قابلة للسحب، يتم السحب فيها أي كائن سواء نص أو صورة أو شكل. تمام؟ عندي كمان مؤقت وساعة إيقاف، أقدر أعمل مؤقت وأقدر أعمل ساعة إيقاف وعد تنازلي للحصة بتاعتي. كمان عندي متصفح وأنا شغالة معاكم أقدر أضغط عليه. فين المتصفح ده؟ علامة المتصفح أهي، بيفتح لي المتصفح إيدج داخلي داخل العرض، ما اضطرتش إني أطلع بره العرض، أنا ما زلت في العرض موجود. مثلا هبحث عن، هقول مثلا نبحث عن إيه؟ مهارات، اهي بلاش مهارات القرن، المواطنة او القيم، تعالوا نتكلم عن القيم او التنمر، تعالوا نكمل عن موضوع التنمر. عملت سيرش في الفصل بتاعي على موضوع التنمر وجبت هنا عايزة فيديو عن التنمر، ايه هو التنمر الكلام ده، وانا في الفصل وانا شغالة ما حطش صوت واضح. خليل تمام، يلا اصحى رح تتأخر على المدرسة. طيب ايه رأيكم؟ طيب انا عايزة الفيديو ايش ده المشكلة يا حبيبي؟ ينزل كشكل. امبارح لما رحنا على الدكتورة حكت انك منيح، شرت از سلايد، ضغط في اشي تاني مضايقك؟ شرت از، امبارح كان بطني بوجعني اهو. ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف السلايد التانية فيها ايه. منزلش الفيديو، تعالوا نجربها مرة تانية مع بعض. هنا هقول له التنمر وهقول له insert as a slide، اشوفها نزلت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نجرب في فكرة تانية، نجرب في فكرة تانية، هقول له كده ارجع، عايزة طالة عن التنمر. خليل يلا اصحى رح تتأخر على المدرسة. أشوفها كده ما نزلتش، نجرب مرة تانية. إحنا معاك النهاردة مش هنيأس أبدا، إحنا معاك مش هنيأس، إحنا معاك مش هنيأس النهاردة. أنت فين؟ تعالالي، إحنا عايزين نتعلم كل حاجة عن أداة كلاس بوينت. هكتب له التنمر، وكتبت عن تنمر في موسوعة ويكي. هو كتب لي التمر، أنا مش عايزة التمر يا عم، أنا عايزة التنمر. التنمر كتبت كده أهي وظهرت لي هنا، وهقول له insert as a slide.
أشوفها نزلت ولا لأ، إيه المشكلة عندك؟ هنشوف، ممكن تكون معلقة شوية وبعد شوية هتنزل معانا. طيب نمشي كمان بالشرايح بتاعتنا، عندي منطقي الاسم العشوائي، أقدر كمان أختار اسم عشوائي أثناء الحصة، أقدر أعمل مجموعات، وعندي طريقتين لعمل الأسماء العشوائية، وده الجديد في الموضوع، إن عندي أستخدم العجلة الدوارة أو الكروت. إذا اخترت الكروت هيديني كل الأعضاء الـ74 اللي موجودين على حسب الأيقونات اللي هم سجلوا فيها. شايفين هنا الكورة مثلا أستاذة ناهد، هنا أستاذ جمال، هنا أستاذة فاطمة. طيب ولو اخترت العجلة، عايز اختار اسمين اهو، بيك اتنين نيم، بقول له اختار لي اسمين، اختار لي الاسمين دول. طيب مرة تانية، ها عايزة اسمين تانيين، قفلت، يلا اختار لي اسمين. مين الاسماء اللي اختارها؟ استاذ احمد. تمام. طيب عايزة اختار ثلاث اسماء، استاذ احمد اختاره، استاذة ليلى. تمام، استاذة غادة. يعني هنا اقدر اتحكم كمان في عدد الاسماء اللي انا بختارها، ولو عايز اختارها عن طريق الكارت بيديني عن طريق الكارت. طيب جميل جدا، اقدر طبعا احول اسئلتي لاسئله تفاعليه، واصبح عندي عدد من الاسئله، كان الاول عندي 5 لكن زادوا اصبح عندي 8 اسئله تفاعليه موجوده في اداه كلاس بوينت. كمان كل واحد يجاوب اقدر اديله نجمه واقول له برافو عليك انت جاوبت وخدت نجوم، وفي النهايه اقدر احسب عدد النجوم اللي خدها كل واحد في اداه كلاس بوينت. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض اول سؤال كده، وهقول لكم اول سؤال، كم عدد الاسئله التفاعليه في اداه كلاس بوينت؟ كم عدد الاسئله التفاعليه في اداه كلاس بوينت؟ يلا كلنا نجاوب عن طريق المالتيبلاي تشويز، في 74 واحد معانا، يا ترى 5 ولا 8 ولا 10، A ولا B ولا C؟ نبتدي. كم عدد الأسئلة التفاعلية في أداة كلاس بورد؟ ثلاثة وعشرين واحد شارك معانا، وإحنا معانا على أداة كلاس بوينت 75 واحد. يا ترى كم عدد الأسئلة التفاعلية اللي موجودة على أداة كلاس بوينت؟ تمام. عدد الأسئلة التفاعلية كانت بي، اللي هي في 29 واحد معانا جاوبوا وكلهم اخدوا ايه ستار كمان من عندي وخدوا ستار، لكن كانت الاجابه ايه غلط، ان دي مش ومش لا. عدد الاسئله التفاعليه insert as a slide، عدد الاسئله التفاعليه عندي مين أول واحد جاوب عندي؟ كانت برضو من الأول خالص، لما كانت المشكلة الأساسية كانت إن على حسب النت يقول مين أول واحد جاوب. طب ما هو في ناس النت عندها ضعيف، في ناس النت عندها مش قوي، في ظروف جوية، فكانوا بيتظلموا في النقطة دي. لكن دلوقتي أداة كلاس بوينت غيرت الموضوع وقالت إن لوحة الصدارة هتيجي بعدد النجوم اللي ايه واخدها الافراد اللي واخدين، يعني اللي واخد 5 نجوم غير اللي واخد نجمتين غير اللي واخد 3 نجوم، يبقى لوحة الصدارة بقت تيجي بعدد الاجابات الصحيحة وليس بسرعة الاجابة، ودي من اجمل الحاجات اللي اتضافت في اداة كلاس بوينت، وخصوصا مع اطفالنا الصغيرين كانوا بيزعلوا قوي من النقطة دي ويقولوا لا ده احنا جاوبنا الاول، ويزعلوا فعلا، وكانت حاجة بتبقى يعني مش حلوة. تمام؟ يبقى دلوقتي عرفنا عدد الأسئلة اللي موجودة.
تعالوا بقى نشوف الحاجة الخطيرة الجميلة دي. دي كلها الأدوات الجديدة اللي تم توفيرها في أداة كلاس بوينت: أداة الاختيار من متعدد، السحابة الكلامية، الشورت أنسر، السلايد دروينج، الإيميج أبلود، الجميل بقى إضافة الكلمة، أكمل الكلمة الناقصة أو أكمل الإجابة الناقصة، وكمان الأوديو ريكورد اللي هو التسجيل الصوتي وتحميل الفيديو. دولت الثلاث أشياء اللي انضافت جديدة عندنا: الفيل الإكمال الناقص والتسجيل الصوتي والفيديو. طيب شوفوا بقى كمان الجميل ده، أنا كده شايفين الصورة دي أقدر أحركها من مكانها، إيه رأيكم؟ الصورة أقدر أحركها في العرض. تخيلوا إن أنتوا بتعملوا سؤال ولا امتحان ولا مناقشة على السبورة ومعاكم وعمالين تحركوا الأجهزة وعمالين تحطوا مثلا لو بتتكلم عن خرائط ولا أجهزة جسم الإنسان ولا أشكال ولا شيء، وأنت بتحرك عن طريق أداة جميلة جدا اللي هي اسمها إيه؟ الأداة اللي تحت الخطيرة دي اللي هي دراجبل أوبجكتس. أداة خطيرة جدا، شايفين؟ كل ده هنتعلمه النهاردة مع بعض. أنا اتكلمت كتير على وصف أداة كلاس، شايفين أنا دلوقتي بحاول أغير الشريحة ما بتنقلش معايا بالماوس. بصوا أنا دلوقتي بحاول أغير الشريحة ما بتنقلش معايا بالماوس، هتنقل فين؟ بالأسهم اللي موجودة تحت، تمام؟ طيب أنا هقفل العرض. قلنا أدي لوحة الصدارة، ولوحة الصدارة أصبحت بتيجي بعدد النجوم اللي موجودة عندنا. تعالوا بقى نقفل العرض بتاعنا بقى، كفاية كده عليك يا عم، كفاية كده عليك، إحنا عايزين نقفل العرض. يلا يا عم اقفل العرض ونبدأ نشتغل على أرض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم، آدي أداة كلاس بوينت، هنا آدي العرض بتاعي، آدي أول حاجة صفحة الباوربوينت بتاعتي اللي إحنا فاتحينها. جميل، هروح عشان أظبط الإعدادات من أداة إنك كلاس بوينت أضغط عليها، ظهر لي شريط الإعدادات اللي موجود فوق أيقونتي، فيها اسمي وبياناتي ومعلوماتي والإيميل بتاعي، تمام، ونوع البرو أو النسخة التجريبية اللي أنا داخلة بيها. أول أداة عندي هنا أداة المالتيبلاي تشويس، أضغط عليها عشان أضع سؤال المالتيبلاي تشويس. إذا ضغطت على أداة مالتيبلاي تشويس على طول بتظهر الإعدادات الخاصة بالأداة دي. الجديد في أداة مالتيبلاي تشويس إنه خلالي عدد الاختيارات لغاية 8، كان الأول بس لغاية 5، زود لي لغاية 8. كمان حط لي الكويز مود. المالتيبلاي تشويز الاختيار من متعدد خلاه من ضمن الاشياء اللي بيتحط فيها كويز مود، اللي هي اجابه مدى السهوله ومدى الصعوبه عندي. طيب انت عايز الكويز مود بتاعك بسيط ياخد نجمه واحده، ولا انت حاسس ان السؤال اللي انت حاطه متوسط ياخد نجمتين، ولا حاسس ان هو صعب ياخد 3 نجوم؟ يعني اذا مثلا انا هنا هقول مثلا، هنقول عايزين سؤال كده جميل، يا ترى نقول سؤال جميل، نقول سؤال ايه؟ كم عدد دول الوطن العربي؟ يا ده سؤال صعب قوي، ده سؤال صعب جدا، يا ترى مين يعرفنا كم عدد دول الوطن العربي؟ حد عنده فكرة؟ كم عدد دول الوطن العربي؟ طيب تعالوا كده نحط السؤال مع بعض، كم عدد دول الوطن؟ أنا السؤال ده شايفاه صعب، وهقول مثلا هنا A B، هقول A كوبي هير، هقول 25، وهنا هقول بي. نعمل السؤال كده مع بعض، بي 22، يا ترى انهي اجابة صحيحة؟ وانا حسيت ان السؤال ده صعب
فخليته ستارت هنا وحطيت الإجابة، دولت عندي اختيارين اتنين، والأنسر مش هقول لكم كم، مش هغششكم يعني، بس أنا هحط الإجابة من نفسي كده، ولا أقول لكم الأنسر؟ هم 22. طيب ماشي، يلا عشان نعلمكم. هاز كوريكت أنسر، هقول له الكوريكت أنسر هي بي، وهقول له ده كويز مود، وهقول له يلا يلا على بركة الله، يلا كأنكم ما شفتوش حاجة، يلا قولوا لي كم عدد دول الوطن العربي؟ انا ما قلتلكمش الاجابه طبعا، يعني ما شاء الله ايه العبقريه دي، بسم الله ما شاء الله 100% جاوب صح، بسم الله ما شاء الله. شايفين الاجابات ازاي؟ ثانويه عامه، تسريب امتحان الفيزياء في الثانويه العامه، بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده، لا 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 يا جماعه، ده احنا قايلين الاجابه، استاذ الياس، استاذه حفيظه، استاذه انعام، احنا قايلين الاجابه مقصودة مقصودة. مقصوده. طيب تمام، بسم الله ما شاء الله، يعني لوحة الصدارة تمام. شايفين؟ هقول له كلوز وقفلت الإجابة، وهقول له هنا عدد الإجابات الصحيحة، هي دي كل الإجابات الصحيحة، كل واحد من الإجابة بالإجابة الصحيحة أخذ 3 نجوم، لأني أنا حددت له المستوى الثالث في هنا. طيب أنا كمان هديله نجمة زيادة من عندي، وده جميل، الجمال الجديد، أدي كويس سمري. شايفين هنا؟ هنلاقي إن عدد النجوم زادت، وأستاذة جازية ما شاء الله متصدرة الصدارة معانا يا أستاذة جازية. أستاذة جازية في الصدارة النهاردة، أخذت أولاً بتكتب عدد الثواني اللي أخذتها في الحل، عدد النجوم اللي أخذتها، عدد الإجابات الصحيحة والأنسر بتاعها، ده أنا كمان أقدر أعمل داونلود ريبورت لكل الكلام ده، وبينزل على هيئة إيه؟ ملف بي دي إف لكل الأجهزة. شايفين بينزل على هيئة ملف إكسل؟ أهو بيقول لي كل الإجابات الصحيحة اللي نزلت بالأسماء والكويز وكل حاجة على الإجابات. إيه رأيكم في الجمال؟ حاجة يعني من أخطر ما يكون. هنا آدي أداة كلاس بوينت، وآدي سؤال إحنا عملناه وإحنا ماشيين كده على الماشي. طيب إيه رأيكم في السؤال ده؟ أنا عايزة أسألكم بقى السؤال ده واختبر بقى معلوماتكم، وهقول أنا عايزة أحط هنا سؤال، وهقول إيه الجبل اللي يحبه ويحبنا؟ ايه الجبل اللي يحبه ويحبنا؟ وعندي اجابات A B C، وهحط سؤال مالتيبلاي تشويز، وعندي 3 اختيارات، بس انا المره دي مش هقول لكم ايه الانسر، لكن هحط انسر سهل، وهقول يا ترى ايه الانسر هنا، او ايه الاجابه هنا. يلا، ايه الجبل اللي يحبه ويحبنا؟ ايه الجبل اللي يحبه ويحبنا يا ترى؟ ايه الجبل اللي يحبه ويحبنا؟ ايه الجبل اللي نحبه ونحبنا؟ ما شاء الله، استاذ فوزي نشغل موسيقى بلاش. ايه الجبل اللي زي بعض. يعني نعمل اكشن، الشرح يكفي، ربنا يخليك. الجبل الذي نحبه ويحبنا، يا ترى ايه هو هذا الجبل؟ معلومة كده عشان خاطر ايه يكون عندنا اكشن حلو. يا ترى ايه الجبل الذي نحبه ويحبنا؟ جبل عرفة ام جبل احد ام الصف؟ ها باقي 54 ثانية، 55 ثانية، ها نكتفي نكتفي. الجبل الذي يحبه ويحبنا كلوز، الجبل الذي يحبه ويحبنا هو جبل أحد، هو جبل أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، رواه مسلم. فطبعا الإجابة الصحيحة هي هنا السؤال جبل أحد، وياخدوا نجوم حلوة لإجابتهم الصحيحة. آدي جمال كلاس بوينت، أداة كلاس بوينت الرائعة. طيب من ضمن الأشياء الجميلة كمان عملية الرسم، لكن أداة الرسم اللي هي سلايد دروينج ما كانش فيها تعديل كتير، هي زي ما هي، بس اوتو كلوز سبمشن افتر مثلا 2 مينتس، وما فيهاش تعديل، هي زي ما هي، فضلت زي ما هي. فيلا وروني رسمكم الجميل عشان توصلوا البطة الأم للبطوطات الصغيرين بتوعها. يلا يا حلوين، ورونا ازاي توصلوا البط الصغير للبطوطات بتوعها. يعني أداة فيها متعة، فيها جمال مع الطلبة، فيها حركة، فيها صوت، فيها رسم،
مش جامدة. وأحلى حاجة إن أنا لغاية دلوقتي في العرض ما خرجتش بره العرض. ما شاء الله إجابات جميلة نزلت. أستاذة عبير جميلة، أستاذة عفاف أبو سفران ما شاء الله، أستاذة عبير عاهد، أستاذة جازية الجميلة ما شاء الله، أستاذة شادية، أستاذ الياس، شادية مهران، ما شاء الله على الاستجابات الرائعة. حلو 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 اللعب والحاجة تعوض للطفولة. بتحتاج ساعات الأشياء كتير عشان نغير من نفسنا. أستاذة احترام، أستاذة فاطمة، أستاذة ناهد، بسام تمثل شيء، بسام بويس حنان. بلاش الموسيقى، بلاش الموسيقى، حاضر أوطيها. بلاش نقفلها، أصل عندنا 30 نغمة يا أستاذ فوزي، يعني هم ضافوا 30 واحد، كانت الأول نغمة واحدة بس تفضل ترن ترن ترن، دلوقتي بقوا 30. ما احنا عرفنا لهم هم يستخدموها، هم بنأكد المعلومة. تمام. المهم حليت ولا لا يا أستاذ فوزي؟ أنا مستمع جيد. شكرا. هي بتشتغل على ويندوز 10 و11 وانا ما وانا الويندوز ده مش متوفر عندي. تمام تمام. يبقى احنا هنا باقي 26 ثانيه، 25 ثانيه، في 48 واحد معانا اشتغل. ممتاز جدا. ده انا هقول لكم على حاجه جميله جدا بعد ما نخلص هنا. 49 17 طبعا كل الرسمات الجميله دي من اروع ما يكون. خلاص دخلنا في الايه، في العد التنازلي. 7 ثواني، 6 ثواني، 7 ثواني. طبعا بعد كل الرسمات وصلنا للطريق الصحيح، اقدر ادي ستار لكل الناس اللي تفاعل. طب الجميل في الموضوع بقى اللي حلو قوي، اني انا هنا اعمل داونلود اول، اني اعمل داونلود للملف الجميل ده، وشوفوا جمال اللي هيحصل، انه هينزل عندي كملف. بصوا معايا داونلود اهي، نزل كملف مضغوط. نزل فين كملف مضغوط؟ شوف انا هصغر الشاشة، هصغر الشاشة اهي. نزل في التحميلات، ادي الداونلودز عندي، نزل كملف مضغوط سلايد دروينج. انا هنا علشان ما توش كتير في الشغل بتاعي هعمل فولدر كده وهسميه ورشة كلاس بوينت، عشان كل الملفات. شوفوا الاستجابات الجميلة أثناء الحصة وأثناء التدريب. كانت الأول السلايدات بتنزل على نفس شريحة الباور بوينت فكانت بتتقلها. ورشة الكلاس بوينت أهي، وهجمع الكويس سامري اللي هو الإكسل اللي نزلناه والملف المضغوط نزلته. وتعالوا نفتح الملف ده. شايفين الملف؟ هقف عليه كليك يمين واعمل له اكستراكت وافتحه. فين اكستراكت؟ هنا وانزل اهي، اكستراكت هير. جميل. نستنى كده. اوكي 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 اوكي. مايكروسوفت ايدج هو عمال يفتح الملف. اوكي ماشي، شكرا. فتح الملف ونزل لي كل الرسمات اللي نزلت لي وكل الاستجابات نزلت واحدة ورا واحدة. تعالوا هنا نقفل كده، تعالوا نشوف. شايفين كل الاستجابات اهي، اعمل لكم فيو، فيو على هيئة صور جميلة بالشخصيات باسم كل واحد نزل. أستاذة غادة شايفين الاسم مكتوب فوق، استعرض الرسمات، ملف مصور كامل نزل بكل الاستجابات اللي عندي بدون ما تحمل على عرض الباوربوينت. ودي من الحاجات الجميلة جدا. ايه رأيكم يا جماعة قلوب، يا جماعة ورد، يا جماعة اي حاجة؟ فين التشجيع؟ ايوة كده، ادي كده. ايه رأيكم؟ انا هنا ادي العرض بتاعي، اقفل الصور، هنا كل الاستجابات الرائعة وتحت كل استجابة اسمها. جميل جدا. واقفل الكلام ده. الله، ايه الوردة الشريرة دي؟ ماشي شكرا. تمام، ارجع للعرض بتاعي ونرجع نشوف عرضنا كان فيه ايه. حلو، ادي كده خلصنا الجزئية دي. لما نيجي نقول سؤال تاني هنا ولوحة الصدارة، ما هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة؟ خلاص احنا عرفنا لوحة الصدارة،
تحب نحط لها سؤال ولا نحط لها سؤال؟ ادي هنا مالتيبلاي تشويز، A ولا B ولا C؟ أنا فاكرة إنها كانت إيه، أبو ظبي، يمكن كانت أبو ظبي، هم 3 اختيارات، وهقول إن الكوريكت أنسر B، وهقول إنها كويز مود كمان، وإنه سؤال صعب وأنا ما قلتلكمش الإجابة ولا سربتها، ولا أستاذ فوزي موجود معانا أهو، وهقول لكم يلا اختاروا لي إيه هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة. ربنا يستر وتطلع الإجابة أصلا صح. مين اللي اختار واحد؟ مين اللي اختار واحد؟ مين اللي اختار واحد؟ نبيلة عايزة إعادة تأهيل الاجتماعيات يا أستاذة نبيلة، أنا مسربة الحل. ما هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة الشارقة؟ أبو ظبي، دبي. هي الشارقة بالصراحة، يعني العاصمة اللي هي الثقافية وليست العاصمة الأساسية، لكن الشارقة تعتبر العاصمة الإسلام الثقافية لدولة الإمارات، لكن العاصمة الأساسية عندي هي أبو ظبي، فأقول له كلوز سبمشن وأقول له مين أول واحد جاوب. وكل مرة شايفين عدد النجوم بيزيد، عدد الاستجابات والأنسرد اللي كل واحد شارك فيها يعني، وهقول له كل ما هعمل داونلود ريبورت بيديني ريبورت بيجيب كل الأسئلة اللي فاتت عندي، كل الأسئلة اللي اشتركتم فيها بيجيبها لي، فهنخلي الريبورت ده آخر حاجة عندنا موجودة عندنا. طيب إيه رأيك بقى لو ناخد السؤال التفاعلي الجميل، اكتب كلمة تعبر عن حب الوطن، وهقول لك شورت أنسر وحاجة جديدة. الشورت أنسر ما تغيرش في إعداداته شيء، زي ما هو نفس الشيء، لكن هديك دقيقتين أوتو كلوز أفتر 2 مينتس بس، يعني هنا سؤال الشورت انسر زي ما هو، ما تغيرش فيه شيء زي ما هو، لكن كل اللي عليك فيه انك تلتزم بالوقت، خلال دقيقتين تكون عامل سبمنت الاجابه، اكتب كلمه عن حب الوطن، نشوف يلا التعبيرات الجميله بتاعتكم، نشوف شورت انسر، توكل على الله. استاذ فوزي اكتب على الشات، مش هتهرب من الامتحان. شوف أستاذ فوزي كتب إيه، حب الوطن من الإيمان. أكتب هنا السؤال إزاي مش بيكتب، وطننا الغالي. تمام، مصر أم الدنيا، الإجابة هي أبو ظبي. تمام، ما شاء الله، شايفين حب الوطن من الإيمان. أستاذة جازية أقدر أديكي نجمة، الوطن أمانة، أمن عاشور حبي، ابتسام الحياة، حب الوطن من الإيمان أستاذ شامل، هلا أستاذ وفاء، مع حفظ الألقاب انتماء شيماء، وطني أحب سارة، سامية فداء، مجد حب الوطن في القلب. أقدر، طيب أنا عايزة أدي لكل نجوم بعد ما يخلصوا، أقدر أدي نجوم؟ وأقدر، أستاذة إكرام قالت لي أجمل وطن، الوطن أمان، تسلم يا أم، الدين لله والوطن للجميع، ولاء أحمد، إذا أستاذ إلياس، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب للقدر. والله إحنا مستجيبين يا أستاذ إلياس، حب الأول، حب الوطن، وطن الجميل كمان، ما شاء الله نجوم. طيب إيه الثلاث نقاط؟ الثلاث نقاط لو أنا عايز أعمل ده insert as a slide، لو أنا عجبتني الجملة دي وعايز أعملها as a slide، هتدخل إجابة أستاذ إلياس بس كسلايد، جميل؟ لكن لو انا عايزه اعمل للكل سلايدات، فبعد ما بعمل كلوز حب الوطن اسمان، روحي في داد عنون، لطيفه هي الام، حب الوطن، حب الوطن، وطني في قلبي، ما شاء الله كل الحلوين اخذوا نجوم حلوه وجميله. كمان اقدر اعمل سيرش الانسر على النيم، لو انا مثلا عايزه اختار اكرام، اشوف اكرام جاوبت قالت ايه، نشوف الأستاذة الجميلة إكرام، إكرام قالت أجمل الوطن، الوطن أمان، جميل. طيب وأستاذ إلياس قال إيه؟ شايفين؟ لا أنا كتبت الاسم غلط، أكيد أستاذ إلياس حاطط همزة تحت الألف، إلياس أهي، شايفين؟ كمان أقدر أبحث بالاسم وأستاذ إلياس ياخد نجم كمان، وأقدر أعمل insert as a slide للإجابة دي، وأرجع مرة تانية أشيل ده يديني كل الإجابات. طيب أنا وقفت، هدي نجوم للكل، مش كلكم نجوم، insert as a slide بتنزل الكلام دوت، you will insert more than 50 responses as a slide recorded،
don't remind me again يعني ما تفكرنيش مرة تانية. لما أنا قلت له insert بيذكرني إن في عندي أكتر من 50 استجابة، هقول له yes. نزل لي الاستجابات دي كلها في السلايدات بتاعتي، يبقى الشورت انسر بينزل على العرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فعلا حب الوطن هو الإيمان يا أستاذة فاطمة. تمام، ونروح للأدوات بتاعتنا الجميلة. هي الأدوات بتختفي، أنا مش شايفاها من الشاشة بتاعتنا. جميل، طيب تعالوا هنا نقول سؤال كمان تفاعلي. قفلت العرض، اذكر اسم المسجد الذي هو اولى القبلتين وثالث الحرمين، وهنختار الورد كلاود. يلا عشان نبتدي في الحاجات الجديده، الورد كلاود ما تغيرش فيها شيء. يبقى انا عندي المالتيبلاي تشويس اتغير فيها اني اصبح عندي 8 اختيارات، وتغير فيها مستويات الصعوبه من مستوى اول وثاني وثالث، وكل مستوى بياخد نجوم. الورد كلاود ما تغيرش فيه شيء، الشورت انسر ما تغيرش في شيء، السلايد دروينج اتغير في عمليه التحميل. تمام، هنا الورد كلاود هقول له اقفل بعد دقيقه واحده، هنعمل زمن دقيقه واحده ونقول له يلا ايه هو اسم المسجد الذي هو اولى القبلتين وثالث الحرمين. اكيد الحصه لو مرت بالطريقه دي اسئله وتفاعل وتفاعل وتفاعل، اكيد تبقى حصه خطيره. فعلا يا أستاذة فاطمة، المسجد الأقصى. حنان قالت المسجد الأقصى القدس، من فضلك إيه؟ القدس من رابط كلاس بوينت. عايز رابط كلاس بوينت للدخول؟ عايز رابط كلاس بوينت للدخول؟ حاضر، رابط كلاس بوينت للدخول أهو، إذا ممكن تقدر بالباركود تدخل لما نقفل السبمشن هيدخل لنا أهي. أدي رابط، أدي الباركود بتاعنا أهي. تمام، ادي رابط اداه كلاس بوينت، لو تقدر تدخل بالباركود. مش قادر تدخل بالباركود، كلاس بوينت عملت لنا حاجه جميله جدا، ان انا لو ضغطت كده شايفاها اهي، هعمل هنا جوين، هعمل نسخ للكود من خلال العلامه دي كده، نسخ، بس هعمل كده نسخ، هيدخل على الشات عندك حالا، هبعته لك اهو على الشات بالكود. يعني بس هتكتب اسمك، هتضغط وتكتب اسمك وتدخل على طول. تمام، تمام، اذكر الاسم، نشوف الناس اللي جاوبت. ما شاء الله، طبعا في الورد كلاود الكلمه اللي بيكتبها اكتر من شخص بنفس الطريقه بنفس الكتابه التهجي الحروف كل حاجه بتتغير حجمها ولونها وبتاخد حجم. يعني مثلا انا عندي 21 كتبوا المسجد الاقصى، فال 21 طلعت المسجد الاقصى كبيره شويه. لو بصيت مثلا هنا المسجد الاقصى فيها همزه تحت فهو واحد، مسجد الاقصى فيها واحد، الاقصى 2، الاقصى 7، القدس 7، المسجد الاقصى 2. طيب كمان عشان اعرف مين اللي كتب، بمجرد ما هقف عليها هيديني اسماء الناس اللي كتبت، هديهم كلهم ستار. برافو عليكم جميعا. طيب كلكم صح، يبقى كلكم ستار وتدخلوا وانسرت از سلايد، والصوره الجميله دي هتدخل از سلايد عندي على الشريحه بتاعتي. ده سؤال الورد كلاود. جميل، تعالوا بقى نشوف الجمال اللي بعده. السؤال الخطير ده، ده بقى الجديد عندنا النهاردة، اللي هو املأ الفراغ. ده جديد، فاملأ الفراغ هنروح عند سؤال fill in the blanks. ده املأ الفراغ fill in the blanks. تمام، لما بوصل لفill in the blanks، انت عندك كم فراغ؟ عندي 3 فراغات. ادي الفراغ 1 اهو انا اللي حطاه، والفراغ 2 والفراغ 3. طب بتحطه ازاي؟ هشيل كده، شايفين هحطه ازاي؟ هشيل دي وهشيل دي اهي معاكم خطوه بخطوه اهو، وهاجي على انسرت وهروح اجيب مستطيل عادي جدا ما فيهوش اي مشكله، وهخبي كل هو الله احد، هخبي كلمه احد وهخبي كلمه، وهاخد ده ممكن احط فيه علامه استفهام، اي علامه عندك اد التكست وهحط له فيها علامه استفهام. جميل، علامه استفهام اكبرها شويه
اهي عادي، تنسيقات عادية جدا جدا اهي. حلو، خدت الفراغ الاول، هاخدها كوبي وهحطها هنا عندي كلمة الصمت اهي. جميل، وهاخدها قل هو الله أعد الله الصمد اهي، وهاخدها عندي كلمة اهي، احط دي هنا واخدها هنا عندي كلمة ولم يولد وخبتها اهي اهي، وهروح احطها كمان سوري بعتذر كده، واحطها يلا نسخ بلاش كوبي تزعليش اهي، واحطها نسخ ولا تزعلي اهي. يعني عملت كم واحد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. بيقول لي كم عدد الفراغات number of blanks؟ قلت له اربعة. جميل، طيب ايه، هل انت سايبها لي عادية؟ لا، انا بقول له لا، ده انا عاوزها بكلمات صحيحة. شايفين هنا ايه اللي حصل؟ هل انت سايبها لي مفتوحة وانا اديك نجوم؟ يعني هل انت مديها لي حرة؟ خلاص، اذا انت مديها لي حرة خليها، وهقول لك اكتب الإجابة وأنا هديك نجوم. لا، ده أنا عايزة أيدك بإجابة معينة، فعشان أيدك بإجابة معينة هقول له يلا correct answer. الأولانية دي blank number one اللي هو المستطيل ده أو المكان المربع ده، إيه الكلمة اللي المفروض تكتب فيه؟ قل هو الله أحد. طيب أنا كتبت أحد كده، معلش أحد كده. جميل، هقول له enter، بعد ما أخلص لازم أضغط enter. شايفين ظهرت لي العلامة دي؟ طيب في حد كتبها بحروف التشكيل؟ في حد كتبها بحروف التشكيل؟ هاجي هنا وهقول له لصق، ما بيعملش لصق. أحد أهي، وأحط لها فتحة. فين الفتحة ممكن نحطها؟ الناس بقى اللي بتعرف تكتب عربي أهي. أحد، لأ ما جاتش الفتحة، شفت أحد كده وعملت كده وحطيت فيها سكون او حاجه. المهم ان اي نوع من انواع الاختيارات، طيب جه واحد كتبها بدون همزه فكتبها احد كده بدون همزه واعمل انتر. جميل، طيب نيجي عند الثانيه الصمت، الصمت اهي، احاول اكتب واعمل انتر ولم يولد، اجي هنا يولد اهي واقول له انتر، اجي هنا ولم يكن له كفوا احد، أقول له إنتر. لما باجي هنا بحاول أختار كل الاختيارات اللي ممكنة واللي مش ممكنة في الكتابة، تمام، خصوصا لما تكون آية قرآنية ممكن يكتبها بالتشكيل. طيب بعد ما بيخلص بيجي هنا أقول له fill in the blanks، هنا هقول له اديني الوقت بتاع الكتابة، وقت الإجابة بتاعك مثلا بعد دقيقتين، هقول له auto close، اقفل بعد دقيقتين، وهقول له تمام كده يلا ابدأ جاوب. هتظهر لكم الشاشة، هتظهر الأماكن، blanks number one الفراغ الأول، الفراغ الثاني، الفراغ الثالث، الفراغ الرابع، وهتبدأ تكتب الأجزاء الناقصة من الصورة بتاعتنا. يا ترى سهلة ولا صعبة؟ أشوف أنا كده المفروض معاكم أهي، أنا كمان معاكم. فين انا كنت فاتحه كلاس بوينت وياكم، قفل مني راح فين؟ طب انا ممكن ادخل، انا ممكن ادخل عادي على الشات وادخل. اه ما شاء الله، انتوا مش محتاجيني ادخل، بسم الله ما شاء الله، كل اهي كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، اجابه صحيحه استاذه هناء، اخذتي اجابه صح. كمان حتى لو الكلمه اختلف الكتابه بتاعتها اقدر اعتبرها صح واديها نجوم لكل الناس اللي جاوبت معانا. أستاذة فاتية أهي، شايفين؟ ولو الإجابة غلط أقدر أمسحها. تمام؟ شايفين هنا؟ ما شاء الله الإجابة جميلة جدا، وكل ده إحنا ما استعناش بأي حاجة تانية غير إن إحنا داخل آد كلاس بوينت، ما استعناش بأي حاجة تانية. أهي؟ أهي؟ دي الأشياء جميلة جدا في أداة كلاس بوينت، الأسئلة التفاعلية، كل إجابة جميلة أخذت نجوم. كل اللي جاوب شايفين هنا في حط التشكيل أهي، شايفين معايا؟
المشكلة الوحيدة في سؤال املأ الفراغ ان انا لازم اكون مجاوبة بطريقة صح، اني لازم انا كمعلم اضع كل الاحتمالات اللي هي واردة للإجابة. اقول له باقي 3 ثواني، ثانيتين، ثانية واحدة، هيقفل عندي وورد اوف كول، كل الناس اللي جاوبت اخدت، وانسرت از ا سلايد، هيقول لي الاجابات، هقول له دونت ما تفكرنيش مره تانية، ونزل لي الاجابات الجميله دي على الشغل بتاعي. ادي اجابه السؤال. طيب تعالوا نشوف كم عدد اركان الاسلام. هنا في السؤال ده انا عايز ان ده الجديد عندنا، هقول له ادي اداه كلاس بوينت، انا عايزه السؤال ده كم عدد اركان الاسلام، كم عدد ايام الاسبوع، انا هنا عندي فراغين، فين انج ذا بلانكس. طيب انا عندي اجابتين، الكوريكت انسر عندي كم عدد اركان الاسلام، ممكن نقول 5 باللغه العربيه، لازم اضغط انتر، ممكن اكتب 5 بالارقام ولازم اكتب انتر. طيب واحد حب يحط لها الف ولام، يلا مش هنزعله. طيب واحد حب كمان يكتب 5 بس، يبقى لازم احط كل الاحتمالات. كم عدد ايام الاسبوع؟ 7 انتر، كل اجابه لازم نضغط وراها انتر، 7 بالارقام انتر، ال 7 انتر 7، شايفين؟ وهنا هحط له ادي دقيقه واحده عشان يجاوب، يبقى انا لازم اضع كل الاحتمالات، وهقول له ان الاجابه بعد دقيقه واحده، اقفل العرض ويلا جاوبوا معايا كم عدد أيام، كم عدد أركان الإسلام، وكم عدد أيام الأسبوع. وننهي الجزء الأول من لقاء اليوم. تمام. بنشكر أستاذة وسام على اللقاء المميز، وبننهي الجزء الأول من لقاء اليوم، وننتقل بعد قليل إلى الجزء الثاني من لقاء اليوم، تحديثات كلاس بوينت.